بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حضرة صاحب السمو شيخ صباح الأحمد جابر صباح حفظ أمير دولة الكويت حفظ الله ورعاه، سمو ولي العهد شيخ نواف الأحمد جابر صباح حفظ الله ورعاه، معالي سيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة الموقر، معالي شيخ صباح الخالد رئيس مجلس وزراء بالإنابة وزير الخارجية الموقر، أصحاب المعالي الوزراء، الضيوف الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أتحدث أمامكم فتجذبني هيبة الحضور ويحلق بمشاعري سمو الرعاية، وأنا أنظر أمامي فيقومني العزم وتتوهج الإرادة في تحديات الأمل، فأنا في حضرة الأمير الذي احتضن الشباب، وأنا في عزوة العرب والوثق من أهلي وفتية قومي، أنا في مهرجان الشباب العربي وفي عاصمة الذات الكويت. لماذا الكويت؟ لأن التركيبة العمرية لمؤهلها تقول ذلك، ولأن العنفوان الفكري لشبابها يفرض ذلك، ولأن احتضان دستورها لشبابها يعبر عن ذلك. الكويت عاصمة الشباب العربي لأن على صغر مساحتها تحتضن الشباب، وعلى قلة خضرتها تزرع الخضر، ولها في العطاء الإنساني إمارة وأميرا وشعب كبير. اسمحوا لي يا صاحب السمو أن استعير بعض من عباراتكم الكريمة، أن الاهتمام بالشباب ليس شعار نردده أو عنوان يتصدر خطابتنا، وليس فقط مدرسة أو ناديا أو مؤسسة هنا وهناك، إنها مادة الحاضر وأمل المستقبل. فالاهتمام أمر ينبع من الأسرة والبيت ويمتد للمدرسة ثم للمجتمع كله. إنها مسؤولية كبرى وأمانة عظمى بأن نزرع فيهم روح الولاء للوطن ومفاهيم التضحية والإيثار وتعزيز قيم التسامح والألفة والتلاحم، ونبذل الانفلات والفوضى وتأكيد مبادئ الالتزام بالقانون وممارسة الحرية المسؤولة وبث روح العمل الخلاق والإبداع، فلم نحسن رعايتهم فالثمن باهظ. ونحن جميعا من يلام أن تخاطفتهم يد السوء والدمار، فهم مادة خصبة ووعاء حاضر تملؤه سموم الوهم والضلال والضياع إن لم تملؤها حوافز الفكر القويم ودوافع الإصلاح والإبداع والعمل الجاد. تلك كانت كلماتكم يا صاحب السمو، وهي نبراسنا ودليلنا وخارطة طريقنا في تحقيق ما نصب إليه من طموحات وغايات على صعيد المحلي والعربي. فمن ينسى دوركم المشهود ومساعيكم الخيرة وجهودكم المتواصلة الدؤوبة على مدى عقود طويلة في رأب الصدع العربي وخدمة القضايا العربية أينما كانت، وهي أكثر من أن تعد وتحصى. ونستذكر بكل فخر واعتزاز مبادرتكم الكريمة في مؤتمر القمة العربية الاقتصادية والتنموية والاجتماعية الذي عقد في 2009 على أرض الكويت في دعم وتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة الحجم برأس مال قدره مليارين دولار أمريكي، بهدف تمكين الشباب ودعم قدراتهم، وهو ما يترجم بكل صدق وروح المسؤولية القومية التي يحملها قلب صباح الأحمد تجاه قضايا أمته وخدمة مصالحه. إننا نعيش واقعا عربيا حالكا مريرا، ونحن نرى مشاهد القتل والتشريد والدمار والغربة في كل مكان في وطننا العربي، نعاني من مظاهر الفرقة والتشرذم، وأصبحنا مرتعا وساحة لتصفية حسابات الآخرين. فلم نعد نفرق بين الجاني والضحية، ولم يعد هناك متسعا للشكوى والتذمر واجترار الهموم، فإن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يا صاحب السمو، إننا ونحن نقف اليوم أمام سموكم في عاصمة الشباب العربي، نؤكد لكم أن أحلام الشباب العربي لا تولد في السبات وتموت في اليقظة، بل هي رؤى تعبر عن طموح وتؤكد قبول التحدي، رؤى ذات هدف واضح وهو نشر نور الحق في كل سماء، رؤى ذات درب شاق وطويل ولكن يستحق العناء، لأن طريق الحرية والكرامة والتعاون والإخاء والتقدم والارتقاء. لقد آن الأوان بأن نتخطى الحلم نحو الهدف، ونثب على الانتقاد نحو الحلم،
ونتجاوز السلب نحو الإيجاب، ونجتث الكراهية لنغرس الحب، ونعبر حروب براية السلام، ونستبدل معاول الهدم بعوامل البناء. نحن هنا يا صاحب السمو نحاكي قلبك الشاب على الدوام حفظك الله، فأنتم من يعمل بجد وإخلاص ويجسد التجدد والفكر المستنير. وختاما يا صاحب السمو، فلدي رسالة لشبابنا العربي، فبكم يا شباب يصنع التاريخ وتستعاد الأمجاد وتحقق الغايات. ضعوا أوطانكم نصب عينكم، وآمنوا بأنفسكم وقدراتكم على تحقيق الممكن وصنع المستحيل. كما لي رسالة للقيادات، إن الشباب أمانة في أيدينا وعناقنا، سيكون الفلاح حليفهم متى ما التفتنا لقضاياهم ووفرنا لهم البيئة الملائمة للنجاح، ونحن بإذن الله قادرون على ذلك. نسأل الله تعالى أن يوفقنا جميعا لمن يحبه ويرضاه، ويسدد خطانا لكل ما فيه خير ومصلحة أمتنا العربية ورفعتها. سائلين المولى عز وشانه أن يديم علينا وطننا نعمة الأمن والأمان تحت قيادة حضرة صاحب السمو أمير البلاد وسمو وليه العهد حفظهم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.